نشرة منتصف الليل نقدمها لكم مباشرة من قناة الجزائر الدولية، وفيها تتابعون: توحيد الصف الإفريقي وتعزيز تمثيل القارة السمراء في الأمم المتحدة أهم مخرجات ندوة السلم والأمن الإفريقي بوهران الجزائرية. المخاوف تتزايد من صدام محتمل بين روسيا وأوكرانيا، وجهود دبلوماسية مكثفة لتخفيف التوتر. الرئيس الجزائري يتعهد بتحرير الاستثمارات من قيود البيروقراطية، ويحذر من عرقلة مساعي التخلص من التصنيع المزيف. وفي الرياضة نتابع: الجزائر تتجاوز لبنان بثنائية في كأس العرب، وتحجز مقعدا في الربع النهائي. إلى التفاصيل. بداية، خلصت الندوة رفيعة المستوى للسلم والأمن في أفريقيا التي أقيمت بالجزائر إلى عدة توصيات لتكثيف الجهود الرامية لتوحيد الصف الإفريقي وتعزيز تواجد القارة السمراء على مستوى مؤسسة الأمم المتحدة. ثلاثة أيام بثلاثة مواضيع وملفات تصدرت جلسات الثامن طبعة للندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا التي احتضنتها مدينة وهران غربي الجزائر. تبرز التهديدات الإرهابية في إفريقيا وآليات المكافحة الناجعة لها في طليعة الملفات التي تم التطرق إليها في ندوة وهران، فضلا عن العمل على تعزيز تواجد إفريقيا في مؤسسات الأمم المتحدة. تم التداول على ثلاث مواضيع. الأول كان يخص الانقسام على مستوى مجلس الأمن وإلزامية القيام بتوحيد الصف الإفريقي. الموضوع الثاني الذي تم التطرق إليه هو التهديد الإرهابي على إفريقيا من خلال بحث سبل تعزيز نجاعة آليات الاتحاد الإفريقي لمجابهة هذا الخطر. ليليها الموضوع الثالث، وجوب تحقيق تنسيق للجهود من أجل توحيد صوت إفريقيا داخل مجلس الأمن. الندوة رفيعة المستوى خلصت إلى توصيات تهدف إلى العمل على توحيد الصف الإفريقي ووضع آليات ناجعة لمكافحة ظاهرة الإرهاب التي باتت تهدد أمن واستقرار القارة السمراء. أولا، اتفق المشاركون على وجوب تقوية ومساندة كل المؤسسات الإفريقية التي تم وضعها من قبل الدول الإفريقية، العمل على تقوية القيادة الإفريقية وكذلك وزن المؤسسات الإفريقية لدى المنظمات العالمية وبصفة خاصة منظمة الأمم المتحدة، العمل سويا على محاربة الخطر الإرهابي الذي تعدت حدوده إلى مناطق إفريقية واسعة. إشادة واسعة من الوفود المشاركة بما توصلت إليه الندوة الإفريقية رفيعة المستوى، وإصرار على ضرورة توحيد الصف الإفريقي وتكثيف الجهود لإسماع صوت إفريقيا في العالم. بهذا يسدل الستار على الاجتماع الثامن رفيع المستوى للسلم والأمن في إفريقيا بعدة توصيات ومخرجات سيتم رفعها إلى قمة الرؤساء للاتحاد الإفريقي المزمع عقدها شهر فبراير من العام القادم، على أمل توحيد الصف الإفريقي وتعزيز تواجد إفريقيا في مؤسسات الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن الأممي. لقناة الجزائر الدولية، فاهم بو عبد الله، هنا مدينة وهران. يشرع اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس في زيارة رسمية إلى الجزائر بدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تدوم يومين قبل أن يتوجه في زيارة مماثلة إلى تونس
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في تصريح لإذاعة صوت فلسطين الرسمية أن الزيارة تهدف للتنسيق بين فلسطين والجزائر بشأن تطورات القضية الفلسطينية، وتندرج ضمن التحضير للقمة العربية التي تنعقد بالجزائر شهر مارس المقبل. استنكرت جبهة القوى الاشتراكية الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الجزائر في ظل التحالف الصهيوني المغربي، خاصة بعد زيارة وزير الحرب بني غانتس الأخيرة للمغرب. وفي تصريح لقناة الجزائر الدولية أكد الأمين العام الأول للحزب يوسف أشيش أن الجزائر بقدراتها العسكرية القوية وتحالفاتها الاستراتيجية إلى جانب امتلاكها للأدمغة والكفاءات قادرة على مواجهة المخاطر التي تتربص بحدودها. في الجزائر هناك كثير من الكفاءات وهناك موارد بشرية يمكن أن تكون طرف في بناء هذا العهد من الازدهار. ما نقبلوش أيضا باش يمسوا بالفضائنا، فضائنا الحيوي، يعني فضائنا الحيوي في المنطقة. الجزائر أيضا فيما يخص استراتيجية الدفاع عندها أيضا حلفائها، عندنا سواء في المجالات العسكرية وفي المجالات الأمنية عندنا حلفائنا، عندنا سياستنا الدفاعية، سياستنا الخارجية أيضا لازم نوضعوها وبروفيد، يعني دولا ديفونس ناسيونال ولا باش ندافعوا على الأمن القومي. اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد لقائه بولي العهد السعودي محمد بن سلمان مبادرة لحل الأزمة الدبلوماسية بين لبنان والدول الخليجية، معتبرا استقالة جورج قرداحي خطوة مهمة نحو ذلك. كما أعرب ماكرون عن التزامه بتقديم مساعدات مالية واقتصادية للبنان. لبنان حاضر كما كان منتظرا في زيارة ماكرون للمملكة العربية السعودية، حيث تمنى أن تساعد محادثاته مع ولي العهد محمد بن سلمان في حل الخلافات الدبلوماسية التي أثارتها تصريحات جورج قرداحي بين لبنان ودول الخليج، مشيرا إلى أن استقالة قرداحي خطوة مهمة لإنجاح المساعي. ماكرون وبن سلمان تواصل مع رئيس الوزراء اللبناني لإبداء رغبتهما في إعادة المياه إلى مجاريها، مع التزام باريس بخطة مساعدات اقتصادية وتجارية للبنان، ناهيك عن بعث إصلاحات تساعد اللبنانيين في تجاوز أزماتهم الداخلية كمشكلة الطاقة وضعف التموين. اتصلنا بميقاتي لتمرير رسالة واضحة بأننا نريد التقدم لوضع الأمور في نصابها ومساعدة لبنان اقتصاديا وتجاريا وخدمة اللبنانيين في مواضيع مهمة بالنسبة لهم، طاقويا أو تموينيا أو إنسانيا. ونريد أيضا المساهمة في عودة الحكومة اللبنانية إلى العمل الطبيعي. غير أن الشارع اللبناني يشهد بعض التوجسات من فعالية الوساطة الفرنسية، فالأزمة حسب بعضهم أعمق من مجرد معالجة بعض الجوانب، بل هي قضية توازنات يجب أن تضبط وتفعل معها بعض القرارات الدولية. وما إن بدأت بيروت تشخص مشاكلها حتى دخلت أزمة دبلوماسية عاصفة يخشى منها أن تترك أثرا يفرض واقعا مغايرا لما يريده اللبنانيون. حتى بالعودة لما قبل قرداحي، فكيف يمكن للبنان أن يستعيد عافيته بعيدا عن توازنات قد لا تخدمه؟ في خبر آخر، أكدت موسكو أن جولة المحادثات بين إيران وأطراف دولية حول الاتفاق النووي تستأنف الأسبوع المقبل بعد توقفها الجمعة دون إحراز أي تقدم كبير. بعد توقف المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران حول إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، أكد دبلوماسي روسي أن المفاوضات ستستأنف الأسبوع المقبل بعد تواصل الوفود مع بلدانها بشأن النتائج المرحلية والخطوات المحتملة. جدل كبير يصاحب محادثات فيينا، فقد وصفها الأوروبيون بالمقلقة، فضلا عن اتهامات أمريكية لطهران بعرقلة إحياء الاتفاق، ومراقبون إيرانيون يؤكدون مواقف طهران الواضحة والثابتة بحسب وصفهم. موقف طهران واضح، ما في، نحن حطينا قيود واللجنة كانت واضحة من بداية
الدعوة بأنه الإجراءات يجب أن تكون مضمونة بإجراءات قائمة ومشددة. وفي الوقت الذي حملت فيه الأطراف الغربية طهران مسؤولية جمود المفاوضات، قال كبير المفاوضين الإيرانيين إن هناك لاعبين خارجيين يبذلون جهودا لتعطيل المحادثات. الصهيوني حط ضغوطات على الأوروبيين من خلال أمور الأوروبيين لربما رفضوها لربما حاولوا يأجلوها، ولكن حتما تل أبيب لن ترضى بما يمكن أن تكون قد طرح من الجمهورية الإسلامية. رغم أن الجولات الست السابقة لمفاوضات فيينا لم تتوصل إلى حل كافة المسائل العالقة، خصوصا ما تعلق بفرض حزم ثقيلة من العقوبات الأمريكية على طهران، يبدو أن مسار الجولة السابعة المقبلة قد يطول أيضا، وتبقى آمال التوصل إلى اتفاق جامع ضئيلة بحسب مراقبين، بالتزامن مع الضغوط التي يمارسها الكيان الصهيوني على الجانبين الأوروبي والأمريكي. دفع تزايد المخاوف من صدام محتمل بين روسيا وأوكرانيا بالجهود الدبلوماسية للعمل بأقصى سرعتها فيما يجري تكثيف اتصالات من أجل عقد قمة افتراضية بين الرئيسين الروسي والأمريكي لتخفيف التوتر. لكل مخاوفه من حجم التواجد العسكري بين الحدود الروسية الأوكرانية، ولكل طرف نظرته لكسر التصعيد وتخفيف التوتر. موسكو والغرب أزمة ثقة عنوانها أوكرانيا، فلا تصريحات المسؤولين ولا المؤشرات على الأرض توحي بانفراج قريب للأزمة المتصاعدة. الأنظار متجهة إلى اللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن لنزع فتيل الأزمة، لكن دون تحديد موعد لذلك. نحن على دراية بتصرفات روسيا منذ مدة طويلة، وسنجري نقاشا مطولا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة الأوكرانية. إنهاء الأزمة والتوصل لحل ينهي التصعيد بات صعبا وفق مراقبين، فصحيفة واشنطن بوست قالت إن جهاز الاستخبارات الأمريكي كشف عن مخطط لموسكو في تفاصيله، هجوم واسع من جبهات عدة ضد أوكرانيا مطلع 2022، وهذا بناء على صور أقمار اصطناعية تظهر حشدا روسيا في 4 مواقع قد يصل إلى 175,000 جندي روسي. لكن موسكو تقول إن حشودها هي رد على استفزازات الحلف الأطلسي. الأهم هو أمننا، وفي حال وصل النيتو تجاهل الأمر والأفكار التي طرحها الرئيس بوتين، بالطبع سنتخذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تجعل أمننا وسيادتنا ووحدة أراضينا غير مرهونة بأي أحد. تشبث كل طرف بموقفه مستعملا لغة التهديد الحذر تارة والتهديد والوعيد تارة أخرى خلق أجواء حرب بين موسكو والغرب. فروسيا ترفض أي توسع لدول الناتو صوب الشرق باتجاه أراضيها، فيما يحاول الغرب مواجهة الانتشار العسكري الروسي على حدود أوكرانيا. في الاقتصاد، تعهد الرئيس الجزائري عبد المجيد التبون برفع جميع القيود المعرقلة للمشاريع الصناعية بنهاية السنة الجارية ضمن مساعي تجاوز مرحلة التصنيع المزيف. الرئيس التبون وفي كلمة ألقاها خلال فعاليات ندوة حول الإنعاش الصناعي المحلي كشف عن وجود نية مبيتة لعرقلة العجلة الاقتصادية بهدف خلق الفوضى على حد تعبيره. بكثير من الحقائق المؤلمة والراهن المتعثر للصناعة المحلية، وجه الرئيس الجزائري الحاضرين في ندوة الإنعاش الصناعي حين أقر بوجود تجميد متعمد بخلفيات سياسوية لعرقلة دخول الصناعة المحلية عهدها الجديد. هل هو تجميد عمدي للسياسة الجديدة في التصنيع وخلق فرص عمل للجزائريات والجزائريين بخلفيات سياسوية دفاعا عن مصالح مشبوهة، وإلا كيف يعطل دخول مصنع ما في الإنتاج بسبب أو آخر وأسباب كلها تافهة؟ الرئيس تبون لم يتوقف هنا، بل امتد لوصف مبررات عرقلة بعض المشاريع الصناعية بالجريمة في حق الاقتصاد بعد مرحلة ما أسماه التصنيع المزيف ونفخ العجلات والتركيب عوض التصنيع.
ولما عادت البحبوحة المالية جاءت للأسف مرحلة التصنيع المزيف المتمثل في بصفة كاريكاتورية في نفخ العجلات وتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج. في مقابل هذه الاعترافات، الرئيس الجزائري أكد أن الوضع الحالي للصناعة المحلية يستدعي تحركاً عاجلاً لتصويبه بالقضاء على ما أسماه مخلفات الفساد وهدر المال العام. إن الوضع الراهن الذي آلت إليه الصناعة في بلادنا ليس قدراً محتوم، بل هو وضع وإن استعصى التحكم في بعض جوانبه فإن بعضها الآخر يمكن تصويبه عاجلاً باتخاذ التدابير اللازمة من أجل القضاء التدريجي على أسباب انتكاساته. الرئيس تبون بشر الجزائريين بدخول الصناعة المحلية عهداً جديداً بنهاية الشهر الجاري بالإفراج عن حزمة من المشاريع الصناعية ورفع القيود عن مئات الملفات تخص مصانع جاهزة بقيت دون تشغيل لأسباب بيروقراطية. الرئيس الجزائري أعلن أيضاً عن رفع القيود عن 582 ملف استثماري بنهاية الشهر الماضي على أن يرفع التجميد عن 356 مشروع آخر خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري. وبناء على تعليمات أصدرتها تخص معالجة مجموعة كبيرة من المشاريع المتوقفة وعددها 402 مشروع، تم رفع القيود على 57 منها في ظرف قصير جدا، تجعلنا نتساءل عن السبب الحقيقي من وراء هذا التوقف. وكشف الرئيس الجزائري عن عزم بلاده رفع مساهمة الصناعة من 5% من الناتج الخام المحلي إلى 15% على المدى المنظور. لازم نرفع نسبة مساهمة الصناعة في الدخل الخام الوطني إلى أقل شيء 15% بين 10 و 15%، ممكن نوصل ل 10% بمجهودات يعني معقولة، ولكن بغينا ندير الثورة الصناعية نتاعنا لازم نوصل 15% من قيمة الدخل القومي الوطني. رجحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا انخفاض توقعات الصندوق للنمو الاقتصادي العالمي بفعل ظهور متحور فيروس كورونا الجديد. غورغيفا وخلال مؤتمر رويترز نيكست توقعت أن يقوض الانتشار السريع للسلالة الجديدة ثقة المستثمرين والحكومات في ضخ استثمارات جديدة. وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أكتوبر الماضي نمو الاقتصاد العالمي بحدود 5.9% هذا العام و 4.9% العام المقبل. وفي الرياضة، تمكن المنتخب الجزائري من الإطاحة بنظيره اللبناني بنتيجة 2-2 لحساب الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب قطر 2021، وبهذا ضمن أشبال مجيد بوغرة تأهلهم رسميا إلى ربع نهائي المنافسة. من استاد الجنوب بالوكرة القطرية كان الموعد مع لقاء لا يقبل القسمة على اثنين بين المنتشي بفوزه العريض في خطوته الأولى ضد صقور جديان السودان المنتخب الجزائري، ومن ذاق مرارة الهزيمة المباغتة ضد فراعنة مصر المنتخب اللبناني. رجال أرز لبنان لم يكن أمامهم إلا تحقيق الفوز لإبقاء أمل تجاوز عقبة دور المجموعات والتأهل إلى ربع نهائي من كأس العرب، واقع قابلته عزيمة تحدو أشبال الناخب الجزائري عبد المجيد بوغرة لوضع قدم في الدور المقبل وانتظار المباراة الأخيرة في المجموعة الرابعة ضد المنتخب المصري دون ضغط. فكان لهم ما أرادوه بتشكيلة شهدت 4 تغييرات في خط المرمى: زغبا مكان مبولحي وثنائي توغاي وطهرات مكان بدران وبالعمر في محور الدفاع، إضافة إلى عودة يوسف بليلي. وانتظر الخضر حتى الدقيقة 69 لهز شباك الحارس اللبناني
عن طريق ضربة جزاء سجلها إبراهيمي قبل أن يضيف في الأنفاس الأخيرة من اللقاء طيب مزياني الهدف الثانية الذي ضمن به الفوز والتأهل لمحاربي الصحراء في لقاء كان صعبا للغاية، وشهد بطاقتين حمراوين، الأولى لمريزق من جانب الجزائري وقاسم الزين من الجانب اللبناني. إذن هو الفوز والتأهل الذي بحث عنه زملاء هلال عربي سوداني يريحهم أكثر قبل الموقعة التي تنتظرهم ضد المنتخب المصري. أسفرت الجولة الثانية من دوري المجموعات في كأس العرب عن تأهل المنتخبات الكبيرة كما كان متوقعا دون حدوث مفاجأة تذكر. الجولة الثانية من الدور الأول لكأس العرب لم تعرف الكثير من المفاجآت، لكنها أبانت عن مستويات راقية لبعض المنتخبات التي شهدت تطورا كبيرا في هذا العرس الكروي. المجموعة الأولى ضمن فيها صاحب الضيافة المنتخب القطري التأهل مبكرا لدور الثمانية بعد تغلبه على نظيره العماني بثنائية مقابل هدف لتبقى التذكرة الثانية في المزاد حتى آخر جولة. في المجموعة الثانية لا يزال الصراع محتدما على تذاكر العبور للدور القادم من المنافسة التي عرفت تعثر نسور قرطاج أمام المنتخب السوري العنيد في مباراة هيتشكوكية انتهت بهدفين لصفر، ليتأجل الكشف عن المتأهلين عن هذه المجموعة التي عرفت أيضا توديع المنتخب الموريتاني للمونديال. المجموعة الثالثة شهدت تسيد أسود الأطلس المنتخب المغربي للمجموعة بفوزين على كل من المنتخب الفلسطيني والأردني ليضمن بطاقة العبور لدور الثمانية، فيما تبقى البطاقة الثانية معلقة حتى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات. المجموعة الرابعة لم تعرف أي مفاجأة في ظل وجود أبرز المرشحين للتتويج باللقب، المنتخب الجزائري الذي دك شباك منافسه المنتخب السوداني برباعية في الجولة الأولى ليبصم على تذكرة العبور بثنائية ضد المنتخب اللبناني، فيما كانت التذكرة الثانية من نصيب الفراعنة، لتبقى الجولة الثالثة التي يتقابل فيها الخضر مع المنتخب المصري مباراة واعدة تلعب لأجل المرتبة الأولى، فيما تستكمل باقي مباريات دور المجموعات يوم الاثنين للتعرف على كامل المنتخبات المتأهلة لدور الثمانية. في الثقافة لطالما كانت الجزائر وجهة العديد من الأدباء والمفكرين والفلاسفة والفنانين دون أن ننسى من تغنوا بها في قصائدهم وأشعارهم، الشاعر نزار قباني كان أحدهم. أدباء مروا من الجزائر، نزار قباني أنموذج. شكلت الجزائر عبر التاريخ محطة زيارة لعديد الشخصيات خاصة منها الثقافية والأدبية، فهذا شاعر المرأة نزار قباني ما إن وطئت قدماه أرض الجزائر العام 81-900 حتى وجد الثورة الجزائرية في انتظاره. أوليس هو القائل في كل مكان دخلت إليه في الجزائر وجدت الثورة تنتظرني؟ لقد زلزل نزار قباني جزءاً كبيراً من شعوب العالم حين أبرز بقصيدته الخالدة وحشية جلادي الاستعمار الفرنسي، وكانت المجاهدة البطلة جميلة بوحيرد رمزاً عظيماً لصمود المرأة الجزائرية. لا يختلف اثنان في أن الجزائر بلد المليون ونصف المليون شهيداً، بل هي أيضاً بلد ولادة للعلماء والمفكرين المساهمين في رسم ملامح الهوية الجزائرية والعربية، فكانت الجزائر بحق وجهاً عربياً تضيء فيه مآذن دمشق وبغداد ومكة. الحقيقة العربية تقول، أو كما قالها نزار قباني، إن الثورة الجزائرية حين تعبر عن انتمائها العربي ليست استعراضياً، وإنما تضع ثقلها المادي والدولي والثقافي والأدبي، فهي ضد أنصاف الحلول وأنصاف الخيارات. فتحية للثورة الجزائرية التي لا تأخذ إجازة. بعد عام من الغياب القصري تعود فعاليات مهرجان أيام قرطاج المسرحية بمشاركات دولية. الجزائر تشارك بمسرحية جي بي اس للمخرج محمد شرشال، كما ستكرم الدورة الممثلة الجزائرية فضيلة حشموي. يفتح مهرجان قرطاج العريق أبوابه من جديد على المسرحيين التونسيين والعرب والأفارقة.
لتسجل هذه الدورة عرض 99 عملا مسرحيا من 26 دولة. تتنافس مسرحية جي بي اس للمخرج الجزائري محمد شرشال على جوائز المسابقة الرسمية، وتشارك إلى جانب 13 عملا مسرحيا آخر على غرار منطق الطير، تونس، بيت الشغف، سوريا، الشعبة، العراق، الخالدون، بوركينا فاسو، خرائط إفريقيا، غينيا، آهن كارميلا، مصر، وحكاية زهرة، فلسطين، ومنظر طبيعي، الأردن، بين الألف والياء، السنغال، مسائي ميديا، كويت. هذه التظاهرة التي تعود كفعل مقاومة متجذرة في الهوية التونسية العربية والإفريقية، وكلقاء تفاعلي، هي أيضا مختبر لمختلف التعبيرات وورشات التكوين والندوات التي تبحث في واقع الفنون في زمن الأزمات. وتبحث الندوة الكبرى لهذه الدورة في محور المسرح في زمن المخاطر، ويتطرق المشاركون فيها إلى المسرح وآليات التعامل الظرفية والدائمة مع الأزمات والطوارئ والمخاطر، بالإضافة إلى الممارسة المسرحية مقاربة وإنتاجا والسلوكات ذات المخاطر. نهاية النشرة، شكرا لكم، في أمان الله.